مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. حييكم بأجمل تحية في انطلاقة أشواط هذا الصباح وشوطنا هنا المنطلق بتحدياته وإثاراته المتميزة هنا التي نتابعها من أرضية هذا الميدان بهذا الأداء وهذه التحديات. ثامن أشواط هذا الصباح والشوط الثامن الخاص بثنايا القعدان، نسير معكم إلى الانطلاقات، نسير إلى التحدي، نتابع أدارة هذا الشوط وسيارة للفائز بالمركز الأول. نتابع شاهين المنطلق على الصدارة وعلى المقدمة من هجنسيح السلام بقيادة عبد الله بن سعيل بالهايري، من يتابع على المركز الأول. المركز الثاني يأتي هملول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عبد الله بن سالم لمسافري، وعلى المركز الثالث يأتي راهي لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يتابع محفوظ بن خميس لنيبي، وعلى المركز الرابع ياتي سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، يتابع طارش بن مبارك بن كوبا. اما على المركز الخامس ياتي شاهين هجن العاصفه مع غياث الهلالي، والمركز السادس كذلك شاهين هجن العاصفه مع غياث الهلالي، والمركز السابع الذيب لهجن الرئاسه بقياده محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، من يقدم هنا هذا الأداء على سابع المراكز. المركز الثامن، المركز الثامن والمنطلق على ثامن المراكز للطام هنا يأتينا من هجن الرئاسة بقيادة السلطان بن محمد بن سالم لوهيبي منطلقا بهذا الأداء الجميل. وتاسع المراكز يأتينا هنا مزاحم من هجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، والمركز العاشر المنطلق هنا سردال من هجن الرئاسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة، المراكز العشرة الأولى عفوا ذعناها على حضراتكم، عشرة مراكز وعشرة انطلاقات وتحديات. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى شاهين المندفع بصدارة هذا الشوط من البداية، وهو يسيطر على زمام الأمور وعلى صراص الحربة. شاهين من هجن سيح السلام بقيادة أحد شبابنا المضمرين هنا عبد الله بن سعيل بن حمد الهايري، أبو سهيل يقدم بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء. بينما المركز الثاني، المركز الثاني راهي لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، هو محفوظ بن خميس لنيبي، من يتابع على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث ياتينا هملول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع كابتن الطياره عبد الله بن سالم المسافري في التضمير المنطلق على المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع وياتينا هناك سلهود من الجانب الاخر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده مضمرة الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقبع، وخامسا المتسلل هذا الانطلاق الذيب من هجن الرئاسة بقيادة هنا أيضا هذا الانطلاق محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف يقدمه بهذا الأداء والتحدي. المركز السادس، المركز السادس والقادم شاهين من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، هنا من يأتينا بانطلاقة وتحديات شاهين. أما المركز السابع، المركز السابع للطام من هجن الرئاسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي، وعلى هنا المركز الثامن شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي
لمن يأتينا على المركز الثامن. أما المركز التاسع، المركز التاسع والمنطلق هنا مزاحا من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون لمهيري، وعلى المركز العاشر السردال من هجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. هذه هي النتيجة. ثاني ندى للمراكز العشرة الأولى خلال مسيرة هذا الشوط ثامن أشواط هذه الفترة الصباحية التي نتابع منها هذا الانطلاق، نتابع هذا التحدي الجميل مشاهدينا الكرام، نتابع ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هذا الانطلاق وهذا الأداء هنا والصدارة والمقدمة. ما زال على صدارة هذا الشوط شاهين المندفع بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة وبالمركز الأول، يسيطر من هجن سيح السلام بقيادة عبد الله بن ثعيلي بالهايري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مع الأربعة كيلو مترات، بينما المركز الثاني، المركز الثاني المركز الثاني وياتينا الذيب من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وثالث مراكزنا هناك راهي لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع الزعيم محفوظ بن خميس لينيبي. أما المركز الرابع هملول على المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعبد الله بن سالم المسافري وعلي من يقدمه هنا على المركز الرابع، بينما المركز الخامس، المركز الخامس هنا ياتي سلهود على المركز الخامس، سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالكوبة من يقدمه على المركز الرابع. خامس المراكز سردال، سردال القادم هنا من هجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد بالسمة المنصوري، وعلى المركز هنا السادس المنطلق بهذه اللحظات او المركز السابع القادم هنا لطام من هجن الرئاسة سلطان بن محمد بن سالم لهيبي. ثامن المراكز ياتي مزاحم من هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. تاسعا شاهين، عاشرا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه هي النتائج، هي الاسماء الباحثة عن الفوز وعن الناموس مع الثلاثة كيلومترات وحزام الغابات. هنا نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الشباب على الصدارة وعلى المقدمة مع شاهين هنا على الصدارة وعلى المركز الأول من هجن سيح السلم بقيادة أحد شباب الهباب عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري من يقدم على الصدارة وعلى المركز الأول. وصدارة هذا الشوط من البداية حتى هذه اللحظات، بينما المركز الثاني، المركز الثاني راهي على المركز الثاني لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع الزعيم محفوظ بن خميس لينيبي في تضميرة، وعلى المركز الثالث، ثالث المراكز المنطلق هنا الانطلاق والتحدي الجميل الذيب هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري في تضميرة، وعلى المركز الرابع هملول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم من ياتينا على المركز الرابع، بينما المركز الخامس لطام على المركز الخامس هنا ياتي بهذه الانطلاقة من هجن الرئاسة. هنا ياتينا سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي من يتابعه على المركز الخامس هنا مع مدرج الهبوط والخط المستقيم الى المنصة الرئيسية. المركز السادس
السادس 2 كيلومتر ما تبقى. ياتينا هنا في مزاحم من هجن الرئاسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وعلى المركز السابع والثامن شاهين وشاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، والقادم هنا القادم هملول هجن الرئاسة مع علي بن يمي اللوهيبي ينضم إلى ركب المقدمة. المركز العاشر والمنطلق على المركز العاشر هنا سلهود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط. لا زال شاهين هو المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. من هجن سيح السلام يسيطر على زمام الأمور من البداية هنا بقيادة عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري، من يقدم على الصدارة وعلى المركز الأول. بدأ يزيد بسرعته هنا بهذه اللحظات وهذه الانطلاقة. الله الله، المركز الثاني، المركز الثوني والذيب هجن الرئاسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع الكيلومتر الأخير. المركز الثالث، المركز الثالث الرابع على المركز الثالث لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع محفوظ بن خميس لينيبي، وعلى المركز الرابع هملول على المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري، ولكن شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة من هجن سيح السلام بقيودة هنا الانطلاق والتحدي الجميل، ولكن أرى هنا مزاحم، ذيب 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 بدأ يتسلل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الذيب من ينطلق بصدارة هذا الشوط من هجن الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مجوتي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. تهانينا، تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوزه هنا مزاحم بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز، معلن الناموس. تهانينا المركز الثاني، وصل مشاهدينا الكرام شاهين المركز الثاني من هجن سيح السلام، المركز الثالث ياتي هملول هجن الرئاسة، المركز الرابع وصل راهي سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، المركز الخامس هملول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. والتوقيت الزمني ولحظة وصول مزاحم إلى الفوز وإلى الناموس قاطعا المسافة بفترة زمنية مقدارها هنا ولحظة الوصول إلى خط النهاية بهذه اللحظات مع مخرجنا أيضا الناقل لهذا الحدث الجميل. 12 دقيقة 30 ثانية وفاء وتماما وكمالا هو التوقيت الزمني لمزاحم. تهانينا هجن الرئاسة، تهانينا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري شاهين من حلة على المركز الثاني للانطلاقة والتحدي هنا ب 12 دقيقة 36 35 ثانية أربعة من الأجزام الثانية. تهانينا لسمو الشيخ لهجن سيح السلام عفوا من وصل على المركز الثاني قيادة عبد الله بن ثعيل بالهايري، أما المركز الثالث فوصل هناك هملول من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يمي اللهيبي بنفس التوقيت 12 دقيقة 35 ثانية أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.